مرحبا طلاب، أنا براق معتز، طالب كلية الطب جامعة القادسية. طبعاً first lecture about eye anatomy. رح نبدي ناخذ أول lecture أساسية عن الـ eye anatomy. طبعاً خلينا نبدي أول شيء ناخذ الـ orbital cavity. لأن طلاب أول شيء أنا أريد أوضح شغلة، إنه أنا ما أجي أطب direct للعين. ليش؟ لأن أني من أريد أطب مثلاً الغرفة معينة أو غرفة نقدر نوصفها إنه غرفة معينة أريد أدخلها، أريد أشوف الأثاث مالتها. أول شيء أنا شنو لازم أدخل بالغرفة نفسها، بعدين أشوف أثاث هاي الغرفة. فأني كذلك مو أجي بسرعة أجي أشوف محتويات الأوربيتال كافيتي وأني ما شايف الأوربيتال كافيتي، ماشي؟ فأني لازم أدرس الأوربيتال كافيتي اللي هو الغرفة، وبعدين أدرس أدرس الأثاث مال هاي الغرفة اللي هي الآي بول. تمام؟ تمام. فاحنا هسه لازم نيجي ندرس اول شيء الاوربتس. يقول لك يابا the orbits are the bilateral structure in the upper half of the base below the anterior cranial fossa and anterior to the middle cranial fossa that contain the eye pole. يقول لك انه الاوربتس هي structure تكون bilateral جانبيه، ماشي، موجوده بالجزء العلوي مالت الوجه. تمام، تكون اسفل الانتيريور كرينيال فوسا يعني تحتها، وتكون كذلك anterior للميدل كرينيال فوسا. كلكم تعرفون شنو ميدل كرينيال فوسا وشنو anterior كرينيال فوسا. اذا تتوقعون او تتخيلوها تشوفوها انه صح هي بيلو، اذا تتوقعوها هي صح تكون anterior الها. تمام تمام، وتحتوي للاي بول اللي هي كرة العين، وكذلك تحتوي له مو بس كرة العين، تحتوي له على الاوبتيك نيرف والإكسترنال أوكولار مسلز أند لاكريمال أباراتس والأدبوس تيشو. طلاب هاي مملية بالأدبوس تيشو، يعني شنو؟ مملية بنسيج دهني، ماشي؟ كذلك تكون بيها فاشية تغطيها، كذلك تحتوي لي على نيرفز وفيزلز سبلاي ذيس ستراكتشر، يعني تغذي لي الآي بول والأدبوس تيشو، كذلك الفاشية واللاكريمال أباراتس اللي هو جهاز الدمعي، كذلك العضلات اللي متصلة بالآي اللي راح تحرك لي العين اللي هي الاكسترنال اوكيولار ماسلز. خلينا نجي نحكي عن الشيب مالتها، يعني نحكي عن الشكل مالتها. طلاب احب انوه على شغلة معينة، دراستنا للآي اناتومي راح تكون على مصدر جريز، كذلك على اناتومي نت. ليش؟ اول شيء يعني اني مصدر مور اقدر اقرا عليه على محاضراتك. اي نعم تقدر تقرا على محاضراتي، تقدر تعتمد عليها بشكل كامل وتحصل ان شاء الله الامتياز. خلينا نجي للبوني اوربيت. يقول لك 7 بونز كونتريبيوتس تو فروم ورك اوف ايتش اوربيت، انه تشكل لي بهيكله الاوربيت اور اوربيتال كافيتي، يعني 8 عظام راح تكون الاوربيتال كافيتي. من هي؟ اللي هي زايغوماتيك، اللي هي نقدر نشوفها هنا زايغوماتيك، الإثيمويد، اللاكريمال، الفرونتال بون والزايغوماتيك، وكذلك السفينويد بون. وكذلك طلاب small contribution of front of palatine بون، ماشي، of palatine بون راح يشارك بها، تحديدا orbital process مال palatine بون. Together, they give a bony orbit the shape of a pyramid. راح تنطيها شكل بيراميد، شكل هرمي. إذا تشوفون طلاب شلون هاي البيس، تمام، هاي البيس مالت الهرم، يعني هاي القاعية والأساس مالت الهرم، تشوفون الهرم شلون بدأ وصل للقمة، ماشي؟ طلاب إذا تشوفون الهرم وين مايل؟ هاي الميديال، الهرم مايل ميديالي، فرايح ميديالي، لذلك الإبكس وين ما تتكون؟ تكون ميديالي قاعد بي العين. اذا تشوفون هنا بالصوره الحقيقيه هاي البيس، تمام، وهاي الابكس، فاذا تشوفون الهرم شلون صاير، تمام، هيك. اذا تشوفون الابكس تحديدا هنا اللي هي بالاوبتيك كانال، هاي البيس مالته وهاي الابكس، تمام، فالابكس صاير بوستيرو ميديال، ماشي، بوستيرو ميديال. دكتور ما فهمنا، وضح لنا السالفه بالتطبيق، خلينا نروح للتطبيق ونفهم بيه. اذا تشوفون هذا الهرم، تمام، هذا الهرم، هذا البيس مالته، وبدا هنا لما وصل للقمه اللي هي هاي، تمام، فهذا الهرم. اذا تشوفون القمه بالاوربيتال كافيتي اللي هي هاي، تمام، اللي هي هاي الاوربيتال كافيتي، الاوربيتال كافيتي صايره
and sorry الاوربيتال هاي الاوبتيك كانال ماشي اوبتيك كانال سوري جيت اوربيتال كافيتي الاوبتيك كانال وين صايره؟ صايره بوستيرو ميديال لذلك شنو؟ لذلك شنو؟ لذلك الابكس اللي هي المتمثله بالاوبتيك كانال تمام بالاوبتيك كانال راح تكون شنو؟ تكون بوستيرو ميديال. خلينا نرجع نيجي نقرا give bony orbit يعطيها البيراميد with its wide base wide base اذا تشوف البيد ما البيس مالته شنو واسعه البيس وين صايره صايره انتيريرلي الابكس وين صايره صايره بوستيريرلي البيس يعني الاساس مالت الهرم الابكس يعني القمه مالت الهرم ماشي wide base opening interiorly on the face and its apex extend into posterior medial direction completing the pyramid configuration are medial, lateral, superior and inferior walls. طلاب يقول لك هذا يعني كل هرم شبي بي superior wall, inferior wall, كذلك medial wall و lateral wall. راح يقول واحد interior wall عنده لا ما عنده interior wall. posterior wall ما عنده هو apex وين ball ما بي wall. إذا تشوفون هذا الهرم تمام هذا الهرم هاي الapex مالته تمام اللي متمثلة بهاي تمام والبيس مالته اللي متمثلة بهاي ماشي ماشي بوني بيها وول تمام the apex of the pyramid shape bony orbit is optic foramen اللي يتمثل يعني يعني foramen موجودة بالoptic canal whereas بينما the base انه هي الorbital rim is formed. يقول لك يابا انه البيس متمثل بالاوربيتال ريم. ريم يعني شنو؟ يعني الحافة. يعني الحافة مال الاوربت. ماشي؟ ماشي. زين. دكتور زين الابكس ليش قلت لي انه متمثلة بالاوبتيك فورايمن؟ اي صحيح. قلت لك هي هاي الاوبتيك فورايمن متمثلة الابكس مالته. اوكي. يقول لك انه هي is formed. يا هو الفورمد اللي هو الريم. الرمة للأوربت من يتكون لي؟ يتكون من الفرونتال بروسيس فرونتال بون سوبريالي أوكي كذلك من جهة الميديالي شنو اللي هو الزيغوماتيك بون الفرونتال بروسيس of زيغوماتيك بون تمام؟ كذلك لاترالي يهو اللي ساهم بي اللي هو الزيغوماتيك بون واللي ساهم بالإنفيريالي اللي هو المكزيلة والزيغوماتيك خلينا نجي نقرأ فيقول لي يا بالسوبريالي راح يكون الاوربيتال ريم يعني هاي الحافه مو الوالات مو مثلا يجي هنا ميديال وول لاترال وول روف او روف او شو اسمه وفلور لا انا جاي اخذ على الريم اللي هي هاي الدويره ماشي ماشي سوبريالي شنو اللي هو فرونتال بروسيس ميديالي اللي هو فرونتال بروسيس اوف ماكزيلا اللي هو هذا فرونتال بروسيس اوف ماكزيلا انفيريالي زيغوماتيك بروسيس اوف ماكزيلا اللي هو هذا تمام هذا يسموه زيغوماتيك بروسيس اوف ماكزيلا ماشي هذا زيغوماتيك بروسيس اوف ماكزيلا اوكي كذلك شنو هاي من جهه انفيريال زيغوماتيك بروسيس اوف ماكزيلا بس لا كذلك زيغوماتيك بون راح يساهم بي فزيغوماتيك بروسيس مال ماكزيلا وزيغوماتيك بون laterally zygomatic bone اللي هو الفرونتال بروسيس مالت الزيغوماتيك بون تمام and the zygomatic process of frontal bone فيقول ياب الزيغوماتيك بون اللي هو الفرونتال بروسيس مالته كذلك الزيغوماتيك بروسيس of frontal bone اوكي يعني تبس تباوع للصورة كل شيء راح تحلل انا وين دا احكي دا احكي بالرم بالحافة تمام بالحافة بعد ما داخل للديب مالته هسه ايش راح نجي نقرا الوالات يعني هسه بعد ما خلصنا الحافه راح نجي ناخذ الوولز تمام فراح اجي اخذ الروف اخذ الفلور اخذ الميديال وول واللاترال وول طلاب هسه احنا خلينا نجي نقرا الروف يقول لي ذا روف انه السوبريور وول الروف اللي هو السوبريور وول اللي هو هذا of the bony orbit is made up the orbital part of the frontal bone with a small contribution from sphenoid bone يقول لك يابا الروف راح يكونه عظمتين عظمه تشكله بشكل كبير اللي هي هاي اللي هي الفرونتال بون اللي هي هاي وعظمه تشكله بشكل صغير اللي هي هاي اللي هي اللسر وينج اوف ذا سفينويد بون تمام اللسر وينج اوف سفينويد بون اذا يشارك لي في تكوين الروف هو الفرونتال بون واللسر وينج اوف سفينويد بون يا هي الجزء الكبير اللي هي الفرونتال بون اوكي
خلينا نكمل. This thin plate of bone separate the contents of the orbits of from the brain and the anterior cranial fossa. يقول لك يابا هاي الروف, هاي الروف راح تفصل لي ال orbital cavity, ال contents مالت ال eye, ال nerves, ال vessels من ال brain. ماشي, يعني شلون دكتور؟ هسه اوضح لك, خلي نروح للتطبيق. يقول لك يابا هذا ال orbital cavity تمام, وهذا تجويف الدماغ تمام. يقول لك هاي الروف مالت الاوربيتال كافيتي راح تفصل لي الاوربيتال كافيتي المحتويات مالته عن المحتويات اللي موجوده بالدماغ. ماشي, من خلال هاي العظمه, من خلال هاي العظام اللي موجوده هنا يعني. تمام, خلينا نرجع, خلينا نرجع وين وصلنا. هاي ذكرناه, شرحناه. يونيك فيتشرز اوف ذا سوبيريور وول, شنو هي المميزات اللي موجوده بالسوبريور وول اللي انا راح اشوفها. اوكي, اقول يا اكو مميزات انتيرو ميديالي, كذلك اكو مميزات موجوده, مميزات يعني فيتشرز لاند مارك نقدر نقول موجوده انتيرو لاترالي. اللي موجوده الميديالي اكو شيء اسمه تروكليير فوفيا, هنا أنا موجود تروكليير فوفيا. كلكم تعرفون شنو تروكليا اللي اخذناها بالعين. ماشي, درسناها وين هاي دكتور الفوفيا؟ درسناها من درسها الفاشل مصل. قلت لكم يابا اكو فوفيا, بعدين راح ندرسها من ندرس المصل مالت الاي. ماشي, هاي الفوفيا هاي التروكليا, هاي التروكليا تتصل لي بالتروكليار فوفيا تمام. For attachment of the pulley posterior which the superior of, من راح ندرس العضلات مالت العين راح تعرفون اكو شيء اسمه تروكليا تمام. راح تطبيها هاي العضله وتدور يعني تلف, بعدين من راح ندرس العضلات راح تعرفون شلون راح تلف. ماشي, فهاي المنطقه اللي راح تطبيها يسموها تروكليا, العضله هاي المنطقه راح تطبيها وتلوف يسموها تروكليا تمام. هاي تروكليا متصله بشيء اسمه تروكليار فوفيا. ماشي, ماشي. كذلك بهاي المنطقه احتمال, يعني مو احتمال وانما يصير تداخل هاي المنطقه مع الفرونتال ساينس تمام. يعني هاي الفرونتال ساينس هنا تكون تمام, فيصير تداخل يعني التحام بينهن. اوكي, فيصير تداخل محتمل possible intrusion of part of frontal sinus تمام. انتيرو لاترالي, طلاب بالانتيرو لاترالي هنا شغله صايره, من يعرفها؟ عافيه, اللاكريمال جلاند. اوكي, فهنا اكو ديبرجن صغير لللاكريمال جلاند نسميه لاكريمال فوسا. ماشي, يتصل لي الطلاب خف على بالكم اللاكريمال بون, اللاكريمال بلاند جلاند. اوكي, جزء واحد, لا مو جزء واحد وانما مقسمه الى تو بارت تمام, مقسمه الى تو بارت. احدى بعدين ما راح ندرسها, احدى بارتاتها اللي هو يتصل لي بالاوربت اسمه اوربيتال بارت. ماشي, هذا الاوربيتال بارت وين قاعد؟ قاعد بشيء اسمه لاكريمال فوسا, موجود انتيرو ميديال هنا موجود. ماشي, انتيرو لاترال, سوري مو انتيرو ميديال, انتيرو لاترال موجود باللاكريمال فوسا for orbital part of the lacrimal gland. طلاب يقول لي بوستيريال ليش موجود بهذا الشسمه, بهذا الروف اللي هو هذا بوستيريال ليش موجود؟ موجود small contribution of the lesser wing of sphenoid تمام, اللي هو هذا. ف small contribution of the lesser wing of the sphenoid. فيقول لك posteriorly the lesser wing of the sphenoid bone راح تشارك لي بالروف تمام. الميديال وول راح نيجي نقرا عن الميديال وول اللي هو هذا. ماشي, سوري اللي هو هذا الميديال وول, دقيقه, هذا الميديال وول. يقول لي the medial wall of a paired bony orbits, يعني right and left are parallel to each others. يعني الميديال وول بالرايت والميديال وول اللي موجود بالليفت تمام, اثنيناتهم وحده قريبه على الاخ تمام. هسه تلزم الميديال وول مالت عينك والميديال وول مال عين اللخه راح تشوفهم قريبات تمام, لكن الزم اللاترال وول اللي منا انا مال عينك واللاترال وول اللي منا انا مال عينك من الجهه اللخه, فراح تشوفهم شنو؟ راح تشوفهم بعيدات. خلينا نجي نقرا. Are parallel to each other and each consist of four bones. راح يتشارك بها four bones اللي هي, خلينا نجي نحكيهن واحنا مغمضين, يا هي اللي هي the frontal process of maxilla, اللي هي lacrimal bone, اللي هي الethmoid bone تمام, كذلك راح يتشارك بها the palatine
بوني اللي هي الاوربيتال بارت مالته اوربيتال بروسس. فذا تشوفون ماكزيلا لاكرمال ايثيمويد سفينويد بونز. كذلك ها طلاب نسيت شغله، سفينويد بون ايضا راح يشارك بها. اوكي فهاي السفينويد بون. هسه الروف راح يشارك بيه السفينويد بون، كذلك الميديال وول راح يشارك بيه السفينويد بون. اجلي ذا لارج كونتريبيوشن تو ميديال وول از ذا اوربيتال بليت اوف ذا ايثيمويد بون. اجلك طلاب بالروف اللارج كونتريبيوشن يعني المشاركه الرئيسيه او التكوين الرئيسي مالت الروف يا هو الفرونتال بون، وسمول كونتريبيوشن من اللسر وينج. اما بالميديال وول، بالميديال وول اللارج كونتريبيوشن هو يا هو هو الايثيمويد بون، يعني المكون الرئيسي للايثيمويد بون، مو المكون يعني اكبر مكون للايثيمويد بون هو للميديال وول هو الايثيمويد بون. تمام، تحديدا يا هو الاوربيتال بليت مالت الايثيمويد بون. اقول لك ذس بليت، هسه راح نيجي نحكي عن الاوربيتال بليت مال الايثيمويد بون. اقول لك ذس بليت اوف ايثيمويد بون تحتوي على كولكشن من الايثيمويد سيل. كلكم تعرفوها انه اكو انتيريور ايثيمويد سيل واكو بوستيريور ايثيمويد سيل واكو ميدل ايثيمويد سيل. هاي الايثيمويد سيل which are clearly visible in dried cells. يعني شنو in dried skull؟ يعني طلاب هاي السكول تكون جافة. يعني شنو dried skull؟ يعني تكون جاي dried، جاي من كلمة dry. اوكي يعني سكول جافة. يعني شنو سكول جافة؟ يعني طلاب مثلا جبت انسان، جبت راسه، شرحته، اوكي شلت العضلات، شلت كل شيء، طلعت بس السكول مالته. تمام، زين بعدها رحت عرضت السكول للشمس، نشفتها. تمام، اذا تشوفون هاي السكول مال بشر عادي يعني بشر حقيقي. اوكي اذا تشوفون الدم حتى بقايا دم بيها. تمام، اقول لك يا باب هاي الـ هاي الـ هاي السكول الجافة اقدر اشوف الايثيمويد سيل. اوكي also visible كذلك بالميديال وول. شو راح نشوف؟ نشوف at the junction between the roof and medial wall. يعني هذا الميديال وول تمام، وهذا الروف بالجنكشن between the medial wall اللي هو هذا and roof اللي هي هاي. تمام، ايش بيها؟ خلينا نجي نقرا عنها. usually associated with the frontal ايثيمويد سوتشر. يعني يقول لك وين الجنكشن بين ذا ميديال وول اند اور اند فرونتال اند سوري اند اند روف. تمام، ات ذا فرونتو ايثيمويد سوتشر اللي هو هذا السوتشر. تمام، هذا السوتشر اللي هو هذا. اوكي طلابكم ما يسموه سوتشر، يسموه سوتشر، نفس الشيء. اوكي usually associated with the frontal ethmoid suture are anterior and posterior ethmoid foramen. يعني شنو؟ اقول لك يابا راح اشوف بالجنكشن between the medial wall and roof راح تحديدا بالفرونتو ethmoid suture اللي هو هذا راح اشوف اثنين foramen اللي هن هذني انا مأشر عليهن، مو انا مأشر، هو اللي رسمها هالشيء. تمام، ذا تشوفون هذني مأشر عليهن هو. تمام، هاي شخبطت فوقها اللي هي البوستيريور اند انتيريور ايثيمويد فرايمين اللي راح تطب من خلالها فازل معينه. اجل انتيرا اند بوستيرا ايثيمويد نيرفز اند فازل ليف ذا اوربت ثرو ذيس اوبننج. يعني هاي الاوبننج انتيرا اند ايثيمويد سيل ايثيمويد فرايمين اللي موجوده بتوين الموجوده وين بالسيوتشر اللي هو الفرونتو ايثيمويد سيوتشر راح تطب من خلالها، تطلع من خلالها نيرفات وتطلع من خلالها فازولات. تمام، انتيرا تو ذا ايثيمويد بون از سمول لاكريمال بون. اقول لك هذا الايثيمويد بون انتيريور الى اللاكرمال بون. تمام، اللي راح يشارك الانتيريور بارت مالت الميديال وول هو اللاكرمال بون. تمام، اند كونتريبيوت اند كومبليتينج انتيريور بارت اوف ذا ميديال وول الفرونتال بروسيس اوف ذا ماكزيلا. اقول لك يابا هذا الانتيريور وول مالت الماكزيلا، ماشي الانتيريور هذا الميديال وول. اوكي هذا الانتيريور بارت مالت الميديال وول وهذا البوستيريور بارت مالت الميديال وول. البوستيريور بارت شارك بيه الايثيمويد بون والبالاتاين، اما الانتيريور بارت مالت الميديال وول يشارك بيه اللاكرمال بون ويشارك بيه الفرونتال بروسيس. اوكي اقول لك ذيس تو بونز بارتيسيبيت ان فورميشن اوف ذا لاكرمال جروف ويتش كونتين ذا لاكرمال ساك اند باوند باي ذا بوستيريور لاكرمال كريست. تمام،
اللي هي part of the lacrimal bond and anterior lacrimal crest اللي هي part من المجزلة part من المجزلة. شنو هاي الطلاب؟ راح أحكي لك هذا السطرين كله راح أشرحه هنا بين قوسين بحيث من تفهم هنا ترجع تقرأ السطرين كل شيء راح تفهم. أقول لك يا بأكو هنا بس أضغط أكو جروف يعني خسفة أوكي بس أضغط هنا. هذا طبعا شارحها أنا بالسكول راح أعيدها. من أضغط هنا بالروف راح ألقي شيء اسمه lacrimal groove أوكي أوكي. خلينا نجي نحول هذا lacrimal groove. نجي هذا lacrimal groove من أضغط هاي شنو هاي؟ هاي الأوربت تمام؟ هاي الميديال وول هذا تمام؟ هاي lacrimal groove. أقول لك هاي lacrimal groove بحدودها يعني bound متصلة بيها كريستات اثنين يعني كريست شنو يعني حافة ماشي اللي هي الانتيريور lacrimal crest والبوستيريور lacrimal crest والانتيريور lacrimal crest. الانتيريور البوستيريور lacrimal crest جاي من lacrimal bone والمكزيلاري بون اللي هي الانتيريور lacrimal crest. فهنا يقدر يدوخك شي يجيب لك يقول لك الانتيريور lacrimal crest هي عبارة عن crest to from يعدد لك مكزيلاري بون lacrimal bone frontal bone ethmoid bone. انت شنو راح تختار؟ اللي ما فاهمه وما مفتهم شنو السالفه شاف انتيريور لاكرمال كريست قال اوه هاي لاكرمال خليني اروح اختارها بالام سي كيو. لا يا حبيبي اذا انتيريور لاكرمال كريست ترى يكونها المكزيلاري بون خليها ببالك. فيقول لك هاي عباره عن جروف موجوده هنا يحيط بها يا هو اللي هي اللاكرمال كريست اللي هي انتيريور بوستيريور. الانتيريور يكونها البارت اوف ذا ايثمويد والبوستيريور يكونها اللاكرمال بون. Posterior to the ethmoid bone, the medial wall is completed by the small part of the ethmoid bone, which forming a part of the medial wall of the optic canal. شنو هاي طلاب؟ أقول لي لابا posterior للethmoid bone. يعني شنو؟ يعني هذا الethmoid bone posterior إله. أقول لي the medial wall is completed by the small part of the sphenoid bone. تمام؟ Which form a part of the medial wall of the optic كنال. إيه كيابا هذا الميديال وول طلاب احنا ايش قسمنا هسه راح اجي اقسم لك الميديال وول على اصوله ماشي ماشي. هذا الميديال وول خوش خوش. هذا الميديال وول ينقسم الى انتيريور بارت اللي هو ايش راح يكونه؟ هذا الانتيريور بارت راح يكونه اللاكرمال تمام هذا دقيقه راح يكون اللاكرمال بون ويكون الفرونتال بروسيس اوف ماكزيلا تمام. فنقدر نكتب ماكزيلا. اما البوستيريور وول ايش راح شكله؟ الانتيريور وول اوكي الميديال وول شن قسم ينقسم الى انتيريور بارت ولا بوستيريور بارت. الانتيريور بارت اللي هو هذا راح يكون اللاكرمال جلان اللاكرمال بون كذلك المكزيلاري بون. اما البوستيريور بارت مالت الميديال وول شو راح يكونه؟ يكونه الايثمويد بون ويكون البالاتاين بون كذلك يكون شنو السفينويد بون. اوكي اوكي هسه راح اقول مكزيلا لا مو مكزيلا هيك المفروض ينقسم فخطاي ثاني ماشي ماشي. امورنا تمام هسه احنا امورنا شنو تمام. خليني نجي نكمل. فيقول لك راح يشارك بي الايثمويد ها يقول لك يابا هذا الميديال وول راح يشارك لي في تكوين هذا الميديال وول كذلك يشارك في تكوين الميديال وول مالت من مالت الاوبتيك كانال تمام. فيقول لك which form is a part of the medial wall of the optic canal. هذا MCQ دقيق. يقول لك which form is the medial wall of the optic canal. خب ما ظل تقعد فاهم على طبعا هذا السؤال إذا جابه صعب. ليش إذا جابه صعب؟ لأن اللي القاري مصدر يلا يعرفه ماشي ماشي. فأنت هنا قاري مصدر لذلك راح تعرفه إنه الأوبتيك كانال الميديال هاي الأوبتيك كانال الميديال وول مالتها راح يكونها الميديال وول of the orbital cavity ماشي. الفلور يعني شنو الفلور؟ يعني الأرضية. أما الروف يعني السقف أخذناه بالبداية. خلنا نجي للأرضية. يقول لك the floor اللي هو الانفيريور وول of the bony orbit which also roof of the maxillary sinus. ها هاي المشكلة لا قراها طالب الطب راح يدوخ شنو شو تقول لي روف أقول لي فلور شنو السالفة؟ نانا شنو يفهمك؟ يقول لك يابا هذا الأوربيتال كافيتي تمام؟ هذا شنو هذا هذا شنو الفلور مالت الاوربيتال كافيتي اوكي اوكي تحتها المكزيلاري ساينس اوكي. خلينا امسح لك المكزيلاري ساينس لان ما رسمتها عدل بس خلي اغير اللون. تحتها المكزيلاري ساينس ماشي ماشي. يقول لك هذا اللي هو الفلور مالت الاوربيت
يشكل لي الروف مالت المكزيلاري ساينس. يعني هاي الأرضية مالت الأوربت تشكل لي السقف مالت المكزيلاري ساينس. أوكي صارت واضحة ترى، يعني رسمتها كل صارت واضحة. The flora اللي هو inferior wall of the bony orbit which also roof of the maxillary sinus، هو نفسه من roof مالت maxillary sinus، consists primarily of the orbital surface. يعني شنو؟ يقول لي يتكون لي بشكل رئيسي من ال orbital surface of the maxilla. تمام، هاي المكزيلا هاي ال orbital surface راح يكونها. تمام، نيجي نكمل. With the small contribution from the zygomatic and palatine bone، راح يشارك في تكوين البالاتين بون والزيغوماتيك بون. طلاب طبعا هنا خطأت بشغلة، يعني اعذروني. اوكي، قلت انه البالاتين بون هو يعني جزء من الميديال وول. اوكي، هو مو جزء من الميديال وول، وانما اوكي للطش الثاني، وانما هو جزء من الـ من الـ من الـ من الروف. اوكي اوكي، من الفلور. اوكي، جزء من الفلور اللي راح يشكله بي المكزيلا والزيغوماتيك والبالاتين. خلوها ببالكم، انا خطأت انتم ما تخطون. فايش راح يشكل لي؟ شكل الاوربيتال بارت مال المكزيلا، كذلك سمول كونتريبيوشن من الزيغوماتيك والبالاتين بون. هسه انتم وياي. اوكي، بيجنينج بوستيريورلي اند كونتينيوينج الونج ذا لاكريمال باوندري of floor of the pony orbit in the inferior orbital fissure. اقول لك راح يبدي بالposterior and continuing along the lacrimal boundary. يعني شنو هاي؟ اشتيعت هذا؟ شنو هاي المعلومة الخطيرة؟ اقول لك يابا posteriorly. اوكي، هسا عرفنا posteriorly، بس ركز وياي. posteriorly يعني وين؟ يعني هنا أنا. And continuing along the lacrimal boundary. And continuing along the lacrimal boundary. ومشاركة من the lateral boundary of the floor of the pony orbit is the inferior orbital fissure. ماشي؟ يعني شي يقلك؟ يقلك يابا posteriorly. وposteriorly تمام؟ ومشاركة من the lateral boundary of the floor of the bony orbit. تمام، the lateral boundary مالت الفلور مالت البوني orbit، يعني شنو؟ يعني هاي. ماشي، posteriorly ومشاركة من الفلور. تمام، هاي the lateral boundary مال الفلور، بس دقيقة، وهاي posteriorly. اجيك شرح يتكون لي؟ يتكون لي inferior orbital fissure. هاي راح تشارك بال inferior orbital fissure. تمام، هاي يجيك MCQ. تمام، اجلك beginning posteriorly and continuing along the lacrimal boundary of the floor of the pony orbit. يا هو تقول لي inferior orbital fissure. ماشي، وبعدين راح ناخذ الفشارات، راح ناخذ الكنالز، وكلها نعرف شنو يمر من خلالها وغيرها من السوالف. بيويد يعني ما بعد او خلف. anterior end of the fissure. تمام، the zygomatic bone completing the floor of the pony orbit. يعني يقول لك يابا ما بعد ال anterior end of the fissure، يعني هاي ال anterior end of the fissure ما بعدها، يعني بعدها اللي راح يجي شنو؟ راح يجي زيغوماتيك بون. اوكي، اللي راح يكون لي شنو؟ راح يكون لي الفلور مالت من؟ مالت البوني اوربت. اوكي، هسه اللي راح ما بعد ال هسه من جهه البوستيريورلي واللاترال باوندري اوف ذا، يعني of the نقدر نقول مالت الفلور. اوكي، يا هو اللي راح يشارك بيها؟ راح يشارك بيها المكزيلا. ماشي، بعد ال anterior end مالت الفشر، يا هو اللي راح يشارك بيها؟ راح يشارك بيها زيغوماتيك بون. اوكي، فيقلك ال anterior end of the fissure انه زيغوماتيك بون راح يكمل لي الوضعيه. posteriorly the orbital process of palatine bone. Palatine bone orbital process راح يكون لي small contribution، مو جزء كبير. ماشي، to the floor of the bony orbit near the zygomatic of near the junction of the maxilla والethmoid and sphenoid bones. اقول لك يابا هذا راح يشارك near، يكون تقريبا يعني يم الethmoid، يم السفينويد، ويم المكزيلا، يعني هنا راح يتصل بذني كلهم. اوكي، يعني ما بيش
كل السهل. اللاترال وول، طلاب أنا يعني جاي أجيب لك شرح بحيث من تقرأ، حتى لو ما تقرأ عليه أنت راح تفهمه، أوكي؟ بس أنا ده أوضح لك يعني عن شنو تسوي، شلون راح تفهم، شلون راح تقرأ. فاللاترال وول يقول لك اللاترال وول of the bony orbit consists of contribution from the bone of the bones anteriorly with zygomatic bone and posteriorly the greater wing of the sphenoid bone. شنو هاي دكتور؟ يقول لك يا اللاترال وول يتكون لي من contribution، يعني شنو؟ من عظام. اوكي اوكي. anteriorly عظام شنو؟ داج معاني عربي وانجليزي. اوكي اللي هي zygomatic bone. posteriorly هاي posteriorly zygomatic bone تمام. and greater wing of the sphenoid bone كذلك راح يشارك بي ال greater wing of the sphenoid bone اللي هو هذا. اوكي طلاب اوكي هسه امورنا تمام. هسه اللي راح يشارك بيها هو zygomatic bone ويا هو اللي هو ال greater wing of the sphenoid bone يعني anteriorly و posteriorly. وكذلك راح يشارك هسه من جهة ال anteriorly شنو طلاب لا تدخن اوكي. من جهة ال anteriorly يا هو zygomatic bone، من جهة ال posteriorly يا هو ال posteriorly هو greater wing of the sphenoid bone. انت شو تسوي بالملزمة او بالايباد؟ هيك خط تمام، هيك خط او هيك خط على المود من تقرا تفهم انه سوري هيك خط او هيك خط على المود من تفهم على المود من تقرا تفهم anteriorly هو zygomatic bone posteriorly هو greater wing of sphenoid bone. اوكي اوكي طلاب لا تلاحظون شغله، الليسر وينج وين يشتغل؟ الليسر وينج يشتغل بالروف، اما greater wing وين موجود؟ موجود باللاترال وول. خليها يمك هاي ام سي كيو. اقول لك اللي جريتر وينج وين شي شكل يا وول تمام، هيك يسالك فانت شنو جاوب بسرعه. فالسوبريور اوربيتال فيشر از اب بتوين يا هو السوبريور، هسه بدنا نحكي عن السوبريور، بتوين ذا جريتر وينج اند اوف ذا سفينويد اند ليسر وينج. هاي تعرفوها انه صاير بين الجريتر وينج وبين الليسر وينج. اوكي اوف ذا سفينويد ذات فورمز بارت اوف ذا روف، ويشكل لي جزء من شكل لي جزء من الروف، يعني هذا يكون جزء من الروف. اوكي اوكي يا سوري هذا اللي يشكل جزء من الروف. علي من يقصد لي هذا الفورم بارت اوف ذا روف؟ علي من يقصد لي؟ علي من يقصد لي؟ على الليسر وينج اوف سفينويد بون. مو احنا درسنا ايش قلنا؟ قلنا الليسر وينج اوف سفينويد بون ترى يشكل روف. فهنا انا رادي ذكرك بالمصدر، قال لك يابا ترى الليسر وينج اللي هو راح يشكل لي السوبريور اوربيتال فيشر، ترى هو الليسر وينج جزء من الروف مو من اللاترال وول تمام. اما الجريتر وينج اللي راح يكون السوبريور اوربيتال فيشر، ترى يا بالي الجريتر وينج هو جزء من اللاترال وول، يعني خليها ببالك هيك يقول لك ماشي.